ايوه يا ولد عندي نجدة يا كل المجال شياب. باعتبار الهوية المحلية والثقافة الوطنية، باعتبار أن الأمازيغية هي الأساس القاعدي للثقافة الأنثروبولوجية والسوسيولوجية في المغرب. وكان رأي الأساتذة والتلاميذ من مؤسسة حسن يوسف في إطار نادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان أن يتم تخليد هذا اليوم لرد جميل، وكذلك لتعريف الناشئة والأجيال بأهمية الاهتمام بالثقافة الأمازيغية المادية والرمزية. تم دعوة المجتمع إسحاق بكل مكوناته وشخصيته النسائية للمشاركة في هذا النشاط مع أبنائهم وبناتهم داخل المؤسسة. وطبعا يأتي في إطار تذكير أهمية إعادة اعتبار الثقافة الأمازيغية باعتبار
ان الامم لا يمكن ان تتقدم الا باعاده اعتبار لهويتها الوطنيه والاعتراف باهميه الامازيغيه باعتبارها تجسد خصوصيه الهويه المغربيه وخصوصيه الهويه الوطنيه بين كل الشعوب وكل الامم. حضر معنا الاعلام بالمنطقه، حضرت معنا جمعيه المجتمع المدني، حضرت معنا شخصيات، حضر معنا التلاميذ المنظمين وتلاميذ المؤسسه، ونرحب بالجميع. المعرض يتضمن رواق، يعني يتكون من عرض وسائل فلاحيه مرتبطه بالمنطقه، كذلك عرض حلي الزينه وملابس الزينه بالمنطقه، تعرف بالادوات الثقافيه التي يستعمل الانسان بالمنطقه، سواء التي كانت تستعمل يعني تاريخيا او التي لا زال الانسان يمارس بها حياته الثقافيه ونشاطه الاقتصادي اليوم. كذلك اليوم سيعرف كذلك امسيه يعني فيها نقاش فكري وعلمي وفقرات فنيه وفقرات ادبيه ستساعد يعني على التعريف بهذا اليوم ونجاح هذه المحطه. ونرحب بالجميع. ديس المدن النامي التيني خلتان مير شيغان كلون سيسمنس دفيرسنس نيشان أرزوم وسكينة دها نيشمن ديسكين انتين ملنخ نيتعدون دماون انتين ملنخ دونورزم أفلان تودر ثانا فلان أرنتمونا سا ثامون نسكينة يهودا نيغرانش اسم المرا كرد مراو ناية زي كل سبقاس أن ذا يتمون ديخفو سبقاس أمازيغ وريادة خزري أدا سنيني إن بيو نخ عزاني تنمير شيغان أثلان سوري في نسن أدا نينا كيد نخ إسكين ناد إحلان دوغ جدي من سن أماس نفسن أنتين من نخ لاس فرحة شيغان ذا نتري ربي أسكين الد... دان تتري ربي أسكين دها أدوني من دولا يمشي دخت من دولا دا سبقاس أمينا وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يسعدني ويشرفني أن أقف أمامكم أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي وأساتذتي الذين أشكرهم جزيل الشكر كل باسمه وبصفته على منح شرف تقديمي هذا النشاط الذي يندرج ضمن أنشطة المؤسسة التي تهدف إلى تنويع عروضها المدرسية والانفتاح على محيطها السوسيوثقافي. إذ نجتمع اليوم في إطار نشاط ثقافي بالأساس ألا وهو التعريف بتاريخ 13 يناير من كل سنة الذي يصادف رأس السنة الأمازيغية، ولا يفوتنا أن نتقدم لكم بالشكر الجزيل للحضور الكريم على تلبيتهم للدعوة وتشريف هذا الفضاء التربوي بمشاركتكم لنا هذا النشاط الذي نتمنى أن يروق توقعاتكم وإعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبقلوب تفيض برحيق المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وبالأسماء معاني الود والتقدير والاحترام نتقدم لكم بالتحية، ويطيب لنا في هذا المساء بتنوية رئيس اليوسي أن نرحب بكم في هذه الباقة المسائية. أرحب باسمي وباسم كافة الإخوة الأطر الإدارية والتربوية وكذا باسم تلاميذ هذه المؤسسة وخصوصا أعضاء نادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، نرحب بالجميع كل باسمه ومن منصبه. وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بفائق شكري وعظيم امتناني إلى كل من ساهم في إنجاح أنشطة ومشاريع نادي التربية المواطنة وترجمة أهدافه النبيلة على أرض الواقع، وأخص بالذكر أعضاء المكتب المسير للنادي من أطر تربوية وإدارية وتلاميذية على هذا العطاء. فرغم الإمكانيات المحدودة
وكذا قصر الفترة الزمنية للتأسيس استطاعوا بفضل الله وبفضل العزيمة القوية للمشرفين عليه أن يساهموا في تفعيل وتنشيط الحياة المدرسية المتممة في الحقيقة إلى الأنشطة الفصلية وإضفاء السعادة والسرور على المناخ السائد في هذه المؤسسة على نحو من التضامن البناء والتشارك الخلاق والعمل الهادف انطلاقا من غيرة صادقة واستنادا إلى الإحساس العميق بتأدية الواجب. وكما لا يجب أن يخفى على أحد فإن لقاءنا هذا يعتبر آلية لمد جسور التواصل بيننا لتحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية الوطنية في التربية والتعليم وكذا تنزيل مشاريع القانون إطار 51-17 في إطار انفتاح المؤسسة على المحيط وكذلك من باب الواجب الذي أصبح يفرض المسؤولية على الجميع. وأقصد بالجميع هنا إضافة إلى الأطر التربوية الإدارية الصاهرة على الحياة داخل هذه المؤسسة، فالمسؤولية أيضا ملقاة على الأسر وعلى المنتخبين وعلى المكونات الأمنية وكذلك الصحية في هذه البلدة. إذن يفرض المسؤولية على الجميع في الانخراط من أجل دعم وتطوير الحقل التربوي والتعليمي، لأن وزارة التربية الوطنية ليست إلا واحدة من المكونات التي يجب أن تكون فاعلة في الحقل التربوي. لذا فمسلسل الرفع من الجودة يتطلب أن يبذل الجميع جهده بشكل متواصل وحماس كبير وتضحية وإطار من أجل تطوير القطاع. لذلك نبذل قصارى جهدنا في تطوير أدائنا وتحسين عرضنا المدرسي لمؤسستنا عبر برامج تربوية ومشاريع تعليمية وأنشطة ثقافية، آملين أن نجد دعما قويا من طرف شركاء وممولين، وكذلك آملين في إيجاد تواصل حي من طرف الساكنة والمجتمع المدني حتى تستطيع مؤسستنا تحقيق رسالتها على أحسن وجه وأكمل. وفي الختام نسأل الله أن نكون عند حسن ظن الجميع لخدمة متعلمينا، ونقول لكم أسعدتم أرضنا والفائدة والمتعة عنواننا، فيا أهلا بكم مرة أخرى بيننا وعندنا ومعنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. استاذ يحيى هو اللي غادي يعطي الكلمه، يعني ما الظروف ما خلاتو شي يجي. بالنسبه انا نعطي واحد النبذه على الفيلم هو اللي كيهمنا، يعني الفيلم درناه في 2018 في القصير كيهضر على الموضوع اللي جينا عليه اليوم، يعني الاحتفال بالسنه المزيغيه. كما كنعرفوا الشباب ديال هذا الوقت ولا ابناء ديال هذا الوقت ما كيعرفوش الهويه ديالهم، يعني تشبتوا بالثقافة الغربية والثقافة الخارجية، يعني ونسوا الهوية. يعني كما كنعرفوا الهوية إنسان بلا هوية يعني ماشي هو هذا. يعني كيهضر على واحد الشاب سميتو أمير، يعني تشبت بزاف بالثقافة
الغربية يعني، وبدا كيتشابك مع الأصدقاء ديالو على السناء المزيرية. يعني قال لهم ما كاينش السناء المزيرية يعني ما كنعرفهاش. ويعني من بعد منين راجع راسو يعني والمحيط ديالو عاد اكتشف شكون هي الهوية ديالو وبدا كيفتخر بها. والله العظيم حسيت شبر زي حنيفة قصر ولا سوا ويسري بنشاط وقيمتي داز وفري ميزان الهواشو. والله العظيم حسيت شبر ذكريات. يكفي انها كلشي اشيران هذا كلشي قرنده كلشي يمان دانت الناس الاخوان انه زيد يعني اعمال هذا خاصه شنو النادي التربيه على المواطنه اللي تنشئ حديثا في هذه المؤسسه هذه. كنشكرهم بزاف كنشكروا جميع الموظفين والصاهرين على تسيير هذه المؤسسه. شكرا جزيلا. وبصحه جيده. في اطار الاحتفال براسنا الامازيغيه 2792 وفي اطار الايام الثقافيه التي ينظمها نادي التربيه على المواطنه وحقوق الانسان بثانويه الحسن اليوسي التاهيليه. وكما تعلمون ان هذه المنطقه غنيه وذاخره بعده شخصيات بارزه تركت بصمه خالده في اذهان ابناء المنطقه. ولكي لا اطيل عليكم الحديث ساتطرق الى تقديم بطاقه بيوغرافيه لبعض هذه الشخصيات وسنخص بالذكر كل من محمد ذو الحاج الدلائي ومحمد الشخصية البارزة محمود الزياني.
محمود الزياني أو محمود الزياني من أبرز رجال المقاومة في التاريخ المغربي الحديث، وشهر بنضاله المستميت في معركة الهري الشهيرة التي أباد فيها الكثير من قوات الجيش الفرنسي قرب مدينة خنفرة في الأطلس المتوسط، وكان ذلك في سنة 1332 هجرية الموافق ل 1914 ميلادية. وحدث ذلك بعد أن حاصر الفرنسيون مخيم حائط قبائل بايان من جميع النواحي قصد القضاء عليه بصفة نهائية. توفي مستشهدا في رجب 1333 هجرية الموافق ل 1921 ميلادية من عمر يناهز 80 سنة في معركة ضد الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال كويميرو. النايه هي مودة من لاد يسينا سير هواد زغ شقول في سوريفين ريمان عزوز أسقوى سمعين المدان الكويان أدي السفين إدراب تودر تنون يمشان سلامي مال ديمان ممان سبورزي سبورزي شيان أدم مغستغري ويتسي سفرا دومر تيري غرولاون دواني أضاب سين شراب تودر تتمزيغ تمزيغ تتودر سبورزي أدم مغشارخ يشتو يداه مسكوة سمينو سيان شراني سفرا ديوك سداريجا أسفرام زيارو إفسان ومان ديالاني مزهورة نكان اسم أيلس ذات الله يوتسنا نواليون نزيل الدو مزير أديان الدو مزير إسمان شان إفسان من نيخ الدمغين وجاد أمين نيخ أدارو أرون وراو الراوي وراو دفوي أيد يسان فومدا أسيقور أسيزوا ين ومان بيروكا ألين يني سينو دوكو ين دنزار يني سفن أغول دي خرمدا ينزار أم يفسان ومان مشي وداخ وشاء الدمغين كتزي التزلين أرضا ددي التالي تفويد كافي تجيك جيل تخيتر أرتوسي الدولية أرى سيادر أرى الأقوثان أرى نسين توريرين في اللاس كيوت طوم سماء سفوس السويور التومليل دون سي صندال أمي صغي أدي الزار دا ذكرتي منزا غريخ إسمار واس تالي طايت الفوق إلى الواس تالي طايت الفوق دون تلا سدى الشين السير دو سيد لقمة يولي خنايا اللان أنا اللان استقصى هاني جدار لسوان تلاس أغول التيرير أميسلان ففان إجوين مغين ألين غرسيد آر تسويد دات السيري السرح أرسمون أرسري وغول ديخ أرسمون نخنك أتفسا أتفويد أيمان خاس أو مادن إمس إمساونا كومازيغ إسول سول دا سول نفسن ورنيخ كينا ومان وشاج ونزار نسكولا ندا الدلال مزير الدلال ورنغين ورسماء الدلال مزير سول نفسان الدمغين كثيرا أسهروا السين بس أزول ولن نزول أزول ولن نزول نسول ولن نزول من شيزو رجالا ونساء
السيد المدير، الطاقم الإداري، الحضور الكريم، التلاميذ والتلميذات شباب المستقبل، يسعدني أن أقاسمكم الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة، وأطلب من الله أن تكون سنة يمن وبركة وتحقيق الأمان والأحلام للكل، وأن يرفع عنا هذا الوباء. مداخلتي ستتناول جزءا من تاريخ البلدة، التاريخ التديد والمجيد، والذي ساهم في الإشعاع العالمي رغم أنه يعاني من الإهمال المحلي. الزاوية الدلائية إذ لقد ساهم الأمازيغ بجزء كبير في تاريخ الإنسانية، سواء في العهود القديمة في الممالك المولية أو في الدول الأمازيغية كالمرابطين والموحدين والمرينين، أو في عهد الإمارات كإمارة برغواطة وإمارة مغراوة بفاس والإمارة الدلائية بالأطلس المتوسط. الزاوية الدلائية، ويعرف أتباعها بأهل الدلاء أو الدلائيون، هي زاوية مغربية كانت عبارة عن حركة دينية علمية ثم حركة سياسية تنتسب إلى قبائل صنهاجة، موطنهم الأصلي ما يسمى حاليا بموريتانيا. هاجروا في القرن العاشر إلى تودغا أو ما يعرف بتنغير في القرن الرابع عشر، ثم هاجروا إلى الأطلس المتوسط في القرن الرابع عشر، معناه سنة 1400 تقريبا 1344. هذه هي السنة فجت هذه القبيلة ديال النجاط واستوطنت ملوية، وكما قلت انتقلوا خلال القرن الرابع عشر الهجري إلى منطقة الدلاء الواقعة غرب الأطلس المتوسط، حيث أسس أحد أحفادهم وهو أبو بكر الشافعي. I'm gonna go to the
شيغان افلا افلا نسيد نيدان يومالو انتين من النخ اختيوي داس بواسع ماينو امباركي ربيتي سكشم غيفون سلخير دربع تصاصفي ينقارو لتكاخ اوال يومغار المؤسسة النخ تحية تربوية للجميع. إذن تحية خالصة تربوية للجميع. في الختام حقيقة كلمة شكر لنتفي بالجزاء للإخوان أو الزملاء الذين تحملوا عناء تحضير هذه الأنشطة في ثلاثة أيام. إذن من خلال هذا المكان أود أن أشكر أعضاء النادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان على مجهود على مجهودهم المبذول من أجل بلوغ هذا الهدف وإضفاء هذا الروح ديال السرور والسعادة اللي شناها على هذا الحضور الكريم. كذلك أريد أن أنوه وأشكر الدعم الذي لعبت جمعية الآباء وأولياء تلاميذ مؤسسة ديالتنا في الحقيقة واحد دور جد مشرف. نتمنى المزيد والعطاء من أجل بلوغ الغايات والأهداف المنشودة. كذلك لا ننسى دعم بعض الأطر ديالنا التربوية على مساهماتهم القيمة خلال هذه الأيام وخصوصا أستاذنا عزيز حداد على الأمسية اللي نظم البارح. تنتمنى أن نكون من 6 شي واحد لأنه الحقيقة اللائحة طويلة. الإخوان كلهم انخرطوا وساهموا وجهدوا من أجل تحقيق هذه الغاية هذه. كذلك السيدة المقتصدة كذلك على الدعم ديالها المادي والوقوف ديالها من أجل توفير بعض المواد الوسائل. كذلك إلى 6 شي واحد اسمحوا لي وليدتنا كذلك بغيتكم تصفقوا عليهم كاملين لأن هذا الإنجاز في الحقيقة كان بالمساعدة ديالهم وهذا النجاح اللي حققنا كان بالمساعدة ديال مجموعة من الأطفال ديالنا أو المتعلمين ديالنا اللي تاهما تحملوا معنا العناء ديال التحضير ديال هذه المجموعة ديال الأنشطة. إذا تنتمنى أن نكون ما نسيت شي واحد ولا نسيت شي واحد فنلتمس منكم الأعذار في الأخير لا يسعني إلا أن أشكر الإخوان الحضور الكريم من جمعيات مدنية ممثلين ديال المجلس البلدي كذلك الأساتذة ديالنا الفنان ديالنا ما عرفتش جلس. شكرا جزيلا. نتمنى محطات أخرى إن شاء الله ومرحبا بك إن شاء الله ذكرى خالصة ودائمة في الحياة ديالي المهنية. إذا شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم والوقوف ديالكم. في الحقيقة هذا كان الوقوف ودعم المؤسسة بصفة عامة. إذا التمس من الجميع أنهم يصفقوا عليهم لأنكم شكرا لن تفي الجزاء ديال العمل ديالكم. أو يسرى من يتحد سيغودانا أو يسرى من يتحد سيغودانا.